شهدت العاصمة القطرية الدوحة إضرابات وأعمال شغب واسعة النطاق من قبل العمال الذين يعملون في منشآت كأس العالم الجاري تشييدها، وذلك احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وانتهاك أبسط حقوقهم، كما أكدت تقارير لمنظمات حقوقية ونقابات عمال دولية. ما أشبه اليوم بالبارحة، حلم الفراعنة ببناء الأهرامات بنيت من طرف عمال مدفوعي الأجر، لكنهم كانوا يعاملون معاملة العبيد. هذا الحلم الفرعوني يقابله في زمننا المعاصر حلم آخر، وهو منشآت ملاعب قطر لاستضافة مونديال 2022 تبنى الآن على أيدي عمال مدفوعي الأجر ويعاملون أيضا كالعبيد. المتاجرة بالبشر أو الرق المعاصر، سمها ما شئت، تتعدد المسميات لكنها تبقى جريمة تؤرق الضمير العالمي، إلا قطر التي توفي على أرضها وحتى اليوم المئات والمئات من العمالة الوافدة. ضاق العمال في قطر وتجرعوا مرارة الغربة والانتهاكات والعمل القسري، حتى أن الدوحة تشهد هذه الأيام اعتصامات وإضرابات عن العمل وصلت لأعمال شغب، وذلك بسبب تأخر صرف الرواتب حسب ما أوردت وكالة العين الإخبارية. ألا فاعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. انتهاكات يندى لها الجبين وتمييز وإيذاء بحق العمال في قطر، فقد ذكرت تقارير حقوقية أن هناك انتهاكا لحقوق العمال بحرية التنقل داخل وخارج الدولة، كما أنه لا يجوز للعامل أن ينتقل لعمل آخر إلا بعد مرور 5 سنوات، ويعملون أكثر من ساعات العمل التي تنص عليها القوانين الدولية دون أيام راحة، كما أن أصحاب العمل في الدوحة يحتفظون بجوازات سفر العمال بغرض التحكم بالعامل، وكل هذه الانتهاكات يتستر عليها ويحميها القانون في قطر. كما أنه في مسح أجري على عينة 10 شركات من بين 149 شركة متعاقدة لمشاريع كأس العالم، حددت نتيجة المسح انتهاكات عديدة، ومنها أن 79% من العمال دفعوا رسوما للتوظيف، وأن الشركات المتعاقدة ترغم العمال على العمل لساعات زائدة ولم تمنحهم أيام راحة. وذكر 25% من العمال في إحدى الشركات أنهم غير غادرين على الإبلاغ عن مشاكلهم خوفا من أعمال انتقامية. رغم مزاعم تعديلات القوانين ووجود لجنة مكافحة الإتجار بالبشر، إلا أن الدوحة لم تظهر أي جدية حقيقية لمكافحة الإتجار بالبشر أو إيقاف الانتهاكات، فلا تغني مزاعم احترام حقوق العمال عن صلابة حقيقة انتهاك حقوقهم. تلك ثقافة سائدة ومتجذرة في القطاعات القطرية العامة والخاصة، والفائزون في هذه القضية هم تجار التوابيت.